شكرا يا زميل عزيز. الصراحه هو الكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري. ماذا قال ميدو جابر فارس الرهان بالنسبه للكابتن علي ماهر في هذا اللقاء بعد صعوده الى دور المجموعات في الكونفدراليه الافريقيه؟ شكرا لك كابتن تامر صار مره اخرى من استاد برج العرب وفوز قاتل لفريق النادي المصري بضربات الجزاء على الهلال الليبي ميدو جابر. مبروك، فوز مهم، تاهل مهم، مباراه صعبه جدا، يمكن مباراه قلبت في اخر ثانيه زي المباراه الاولى بالظبط. والله اولا الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الحمد لله طبعا على الفوز على الصعود لدور المجموعات، كانت مهمه جدا جدا. ممكن كان في ايدينا ان احنا نخلص الماتش باكتر من هدف في الاول وان احنا نرتاح، بس هي المباريات دي انت فاهم ملهاش كبير يعني. طبعا نادي الهلال اللي بفريق كبير، فريق محترم مع جهاز فني محترم، فالحمد لله احنا قدرنا الحمد لله ناخد اللي احنا عايزينه الماتش، وربنا كرمنا في الاخر وكلل تعبنا الحمد لله بركلات الترجيح ان احنا نكسب الحمد لله ونصعد، وخدنا المراد من الموضوع كله ان احنا الحمد لله بقينا في دور المجموعات. ودور المجموعات ليه فكر تاني وفي ليه شغل تاني وليه فتره اعداد كبيره وشغل كبير، فان شاء الله باذن الله نكون جاهزين له كويس ان شاء الله يعني. عشان في بدايه الموسم كمان يعني كانت في اخر نص ساعه كمان كانت الامور بعيده شويه او بدنيا كنت بعيد شويه؟ والله في نهايه الموسم بقى يعني مش في بدايه الموسم، يعني في نهايه الموسم، فتعب موسم كبير قوي قوي قوي، سنه وثلاث شهور، فده كان حمل كبير جدا عليا نفسيا وبدنيا وذهنيا على الفريق كله على الجهاز الفني وعلى الناس، فالحمد لله كرم ربنا كبير وقدرنا نعديه ودخلنا المجموعات، والمجموعات لي فكر تاني ان شاء الله باذن الله. كابتن تامر السهر ده كان لقاء مع ميدو جابر لاعب النادي المصري من هنا من استاد برج العرب. عوده ليك مره اخرى ولسوره